توقعاتك لماتش الزمالك والاتحاد السكندري والاهلي وسموحه؟ اتوقع 2-0 الزمالك و1-1 للاهلي، التعادل الماتش الاهلي يعني. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، والزمالك برضو كويس يعني نسبيا ان هو قوام كويس، فيكسب برضو 1-0 او 2-0. والاهلي اكيد هيفوز ان شاء الله يعني، والزمالك بالمستوى بتاعه اليومين دول يعني ممكن يفوز برضه، يقعد يقفل 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 ويفوز في الاخر. والله بالنسبه لماتش الزمالك انا اتمنى ان الزمالك يكسب، لان الفتره دي في شحنه بين الجماهير وبعض، ونتمنى يعني الشحنه دي تروح. فالرياضه مكسب وخساره، ونتمنى الجميع يفوز ان شاء الله. الاهلي وسموحه ممكن 3-0 الاهلي مثلا، والزمالك ممكن يتعادل 1-1. الزمالك هيشيله والاهلي ان شاء الله يكسب. هو ان شاء الله الاهلي يخسر والزمالك هيكسب ان شاء الله ان شاء الله، بس الزمالك لو فضلوا رجاله ما بيلعبوا، لو ما فضلوش لا هيخسر على طول. لا الزمالك هيكسب الاتحاد والاهلي هيكسب برضه، فرقتين قويين. بالنسبه للاهلي واسبوعها اتمنى، لان انا اهلاوي اتمنى الاهلي يكسب طبعا. الاهلي اكيد كده هيكسب يعني هيكسب، بس هيبقى فرق 2-0 ان شاء الله. والزمالك والاتحاد الزمالك يكسب 2-0 برضه ان شاء الله. الزمالك يكسب 1-0 والاهلي هيكسب 2-0. هل ماتشات افريقيا هتاثر على لعيبه الاهلي والزمالك بدنيا؟ اعتقد بتحتاج مجهود كبير جدا. اعتقد مش هتاثر على لعيبه الزمالك، لانهم شكلهم اليومين دول يعني مركزين واللياقه عندهم كويسه. وطبعا الاهلي يا باشا ده الكبير، مفيش الكلام ده، لا مش هتاثر. لا لا لا، وبعدين كلهم عندهم ديكك زي الفل، لو اللعيبه كلها زي الفل لا 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 مفيش هتاثر على اي حاجه. بالنسبه للاهلي هو عامل تدوير كويس بالنسبه للماتشات، يعني ملم بموضوع افريقيا والدوري وكده. الزمالك ما اعتقد ان هو يتاثر برضه، لان هو نفس التشكيله بيلعب بيها في هنا وهنا بس، فاعتقد ان هو يتاثر على الزمالك طبعا. الزمالك يعني هيبقى ماشي متذبذب، مره يكسب مره هيكسب، لكن الاهلي لا هيفضل ماشي زي ما هو. لا انا شايف الزمالك طالع من فورمه حلوه من افريقيا ومش هيتاثر، هو الاهلي هو اللي ممكن يتاثر عشان ضغط المباريات عليه كتير. طبعا ما هو بياخد منهم اجهاد وضغط زياده فاهم، بس يعني لما بيخسروا فاهم هيأثر عليهم سلبا، وده هيزعلهم في ماتشات الدوري يعني. اكيد طبعا يعني اكيد اللعيبه بتبذل مجهود في الماتشات، فيعني لو بقى يعني في تبديلات لازم تتم عشان خاطر ما يبقاش فيه لود على لعيبه معينه يعني.